مجمع لك في الفيديو ده كل تصريحات الوزير بخصوص امتحانات الدور الثاني، النتيجة والرابط بتاع النتيجة، موعد التنسيق، كمان التظلمات والمفاجأة اللي كانت حالة واحدة بس لحصول الطالب على الدرجة كاملة. انتوا عارفين ان الطالب بيحصل على نصف الدرجة، لكن في حالة واحدة بس في ان انت تحصل على الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثاني للثانوية. اتمنى في البداية انت تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة عشان تتابع كل الأخبار التعليمية والأكاديمية اللي بقدمها على قناتكم التعليمية. في عجالة كده وحاجات بسيطة خالص، أول حاجة رابط النتيجة، رابط نتيجة الدور الثاني. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة هو نفس رابط نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالدور الأول. ده أول حاجة بالنسبة للرابط. طب إزاي نجيب النتيجة؟ هندخل رقم الجلوس بشكل صحيح، بعد ما نخش على الرابط هنضغط على أيقونة عرض النتيجة، سيحصل الطالب الدور الثاني للثانوية العامة اللي كانوا راسبين في مادة أو اتنين على نصف الدرجة الكلية، يعني مثلا في الإنجليزي من 50 25، العربي وهكذا، كل مادة هيحصل على نصف الدرجة. وصرحت الوزارة إن في حالة واحدة بس إن الطالب هيحصل على الدرجة كاملة، اللي هي إذا كان الطالب ليس راسبا في الدور الأول ودخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري، يعني مثلا واحد كان عنده فيروس كورونا مثلا او اي عذر قهري، حادثه، مرض، اي حاجه، سيحصل الطالب هذا الطالب على الدرجه الكليه. وكمان قال من المقرر ان تتيح وزاره التربيه والتعليم خدمه التظلمات لطلاب الدور الثاني بعد اعلان نتيجه الدور الثاني لمده اسبوع، يعني النتيجه هتعلن الثلاث، من يوم الاربع هتبقى التظلمات الورقيه وهتبقى لمده اسبوع. اخر حاجه معانا فيديو صغير، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تقرر إرجاء إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يعني هم أجلوا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة عشان التنسيق هيبدأ على طول وتسجيل الرغبات. يا رب دايما موفقين ومميزين في حياتكم. دي كانت كل الأخبار اللي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، تابع معايا خطوة بخطوة ولحظة بلحظة عشان توصلك كل الأخبار.